مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي الوطن في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في بث جديد. احنا هنا موجودين في توجيه التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ. من هنا بدأت رحلة محمود حسن تريزيجيه ابن محافظة كفر الشيخ من دوري المدارس ودوري بيبسي للمدارس. كانت البداية. احنا لين دلوقتي معانا الكابتن وائل بشتا، موجه عام التربية الرياضية، وكان موجه مدرسة الحديثة للتربية، موجه تربية رياضية في مدرسة الحديثة اللي كان متواجد فيها اللاعب محمود حسن تريزيجيه. ومن هنا تم اكتشاف اللاعب وتقديمه بعد كده، وبدأ رحلته إلى النادي الأهلي ثم العالمية. في البداية كده بنرحب بحضرتك يا كابتن وائل. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. قول لنا بقى كده البداية محمود. بداية محمود تريزيجيه من بطولة ديبسي التي تم إقامتها في إدارة شركة كفر الشيخ التعليمية، وإحنا عندنا 13 إدارة على مستوى محافظة كفر الشيخ. كل إدارة من الإدارات بتصفي الفرق بتاعتها لدور الثمانية، وبيلتقوا جميعا في محافظة كفر الشيخ تحت مظلة بيبسي، وبيتم انتقاء اللاعب أو المتميز موهوبين من كرة القدم خلال المباريات من الدور الثمانية للدور النهائي. وتم اختيار محمود تريزيجيه من قبل لجنة مشكلة من بعض المدربين والمميزين في محافظة كفر الشيخ، أعتقد منهم أيام وقتها كان سنة 2008-2009. أقيمت البطولة في مدرسة الحديثة، التصفيات كلها أقيمت في مدرسة الحديثة، وانتقلنا للنهائي في مركز شباب كفر الشيخ. كان أعتقد أن كان الكابتن ماهر العش وأحد المدربين المتميزين في محافظة كفر الشيخ واللاعب مشهور، وتم اختيار محمود تريزيجيه ووصل لدور بيبسي وأصبح محمود تريزيجيه لاعب النادي الأهلي ثم منتخب مصر ثم العالمية. قول لنا كده يعني الاختيار تم بناء على ايه؟ يعني ايه اللي شفته حضرتك في اللاعب محمود حسن؟ اختيار اللاعب مهريا، مستوى اللياقة البدنية، تواجده في الملعب، روحه مع زمايله، الأماكن اللي هو بيستطيع ان هو يوصل لها من خلال تحركاته في الملعب، مهاراته الفنية. هو طبعا كان مميز برضه في التسديد، وطبعا خير دليل الجون الأخير اللي جابه في المغرب في الماتش اللي عدى. طبعا تريزيجيه حط هدف الفوز اللي فرح مصر طبعاً كلها. طبعا اسعدنا كلنا، اسعد الشعب المصري كله. هل حضرتك كنت يعني واحنا بتشاهد الماتش، هل كنت متوقع ان هو هيشارك في اليوم ده وهيحط الهدف؟ والله تحركاته في الملعب في الفتره اللي يعني خصوصا ان هو طبعا جاي من اصابه من اصابه، وتحركاته في الملعب بدات بطيئه، ولكن سرعان ما حصل عنده نوع من انواع النشاط السريع قوي، وكان الجون في خطفه سريعه بذكاء ودهاء من تريزيجيه المعتاد عنه دايما، حتى من هو طفل صغير موجود في مدرسه الحديثه. طبعا التربيه والتعليم وتوجيه التربيه والتعليم مليئه بالمواهب. طبعا السيد وكيل الوزاره الاستاذ محمد عبد الله ذكر لحضرتك دلوقتي ان 99% من الناس اللي هم الابطال المحترفين من صناع التربيه والتعليم، من البدايه من حيث التربيه الرياضيه الموجوده، من موجهين ومعلمين التربيه الرياضيه الدائمين، من البطولات التي تقام في الاداره وتقام في المديريه وتقام على مستوى المحافظه وعلى مستوى الجمهوريه من طيب. ابناء التربيه والتعليم. يعني كان خلال حديث بين حضرتك وبين الاستاذ محمد عبد الله وكيل وزاره التربيه والتعليم ان هناك ان شاء الله خطه لبرضه الحديث مع الكابتن محمود، والله سيادته ان احنا بعد البطوله ان شاء الله هيكون في تكريم ويبقى في لقاء. والله اشار سيادته بهذا الامر، وكمان اشار بفكره رائعه ممتازه جدا، هي فكره ان ضروري وجود ملف كامل للموهوبين الموجودين رياضيا في محافظه كفر الشيخ، وطلب ان هذا الملف يكون على مكتبه ان شاء الله خلال الترم الثاني على الفور. واحنا ان شاء الله من دلوقتي هنبدا نحدد جميع الفرق واللعيبه الموهوبين في جميع اللعبات، ونحددها باذن الله ونعمل ملف بيها كامل ونلتقي بيها مع السيد وكيل الوزاره. هو طبعا طلب مننا ان احنا نلتقي، محاوله الالتقاء بتريزيجيه ودعمه لبعض مدارس اداره شركه كفر الشيخ التعليميه، واختيار بعض الموهوبين
ويا ريت دي، وعاوزين نحط تحتها 100 خط اختيار بعض الموهوبين المتواجدين واحنا عندنا خلفيه كامله بيهم ودعمهم من اللاعب الدولي. طيب لو حضرتك بقى رسالة عايز توجهها للكابتن محمود حسن تريزيجيه يعني تقول له ايه؟ والله هو رسالة وتمني ورجاء ان هو يكون متواجد في كفر الشيخ ان شاء الله بعد نهاية البطولة، وبإذن الله هنعمل دوري للمرحلة الإعدادي هيحضرها، نتمنى انه يحضرها وينتقي هو بذاته بعض الموهوبين الرياضيين ويتبناهم. عايزين نعمل بطولة للمرحلة الثانوية وينتقي بعض الموهوبين، ولا سيما ان محافظ كفر الشيخ السنة العام الماضي حاصلة في مديرية التربية والتعليم محافظ كفر الشيخ على المركز الثالث، السنة اللي قبل منها على طول كان حاصلة على المركز الثاني في بطولة الجمهورية، وطبعا بطولة ضخمة جدا ان نلاقي ان نستحصل عليها محافظة كفر الشيخ ثاني وثالث جمهورية في كرة القدم على 27 محافظة. شايف ان هو كلاعب عالمي وبيمثل محافظة كفر الشيخ هيكون خير سفير ان هو ينشط هذا النشاط الرياضي في المحافظة. هو يمتاز، هم كلك كأسرة هم ناس طيبين جدا على فكرة، هو بصفة خاصة يمكن مش عاوز اتكلم يعني واقول ان ملامحه دايما دليل على طيبة هو طبعا قلبه دي موجودة. الصورة دي الصورة دي دي الصورة حضرتك اللي هو كان ايوه فيها وهو في المدرسة، دي ايوه الصورة طبعا وهو موجود في النادي الاهلي وبعديها طبعا للعالمية. لا يعني هو الصورة ديت حدود معلوماته موجودة الشخصية من مهذبة طيبة جدا هو وأسرته، وكان صديق شخص ليا والده رحمة الله عليه كابتن هو من أحمد أسرة حسن. طبعا كلها أسرة أسرة رياضية رياضية. يعني والده كان بيلعب مصارعة، والده كان والده مصارع مصارع، وأخوه بيلعب كرة قدم وهو بيلعب كرة قدم طبعا، الأسرة كلها رياضية عموما. توقعات حضرتك بقى لمنتخب مصر في البطولة دي؟ أمنية مش توقعات، أمنية. احنا الماتش اللي جه طبعا الكاميرون أمنية ان شاء الله نتخطى الكاميرون وبإذن الله البطولة معانا ان شاء رب العالمين، بدعوات كل المصريين محبين لمنتخب مصر.